اليوم عقد منتدى المرأة في الحكومة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023. هذا المنتدى في نسخته الثالثة شهد حضور عالي المستوى من كافة حكومات العالم. اليوم كان عندنا حوار مع نائبة رئيس أوغندا، كان عندنا حوار مع رئيس وزراء ألبانيا. ألبانيا لديها أعلى نسبة تمثيل للنساء في حكومتها حوالي 70%. كان عندنا أيضا كلمة ملهمة من رئيسة الحكومة في تونس. كان عندنا جلسة حوارية كان فيها معالي رزان المبارك، معالي وزيرة البيئة المصرية، نتكلم بين كوب 27 كوب 28 وحضور المرأة في ريادة الاستدامة. واعتقد أن هذا المنتدى يرفد أعمال القمة من خلال أنه هو منصة للقيادين سواء من النساء والرجال لدعم وإظهار النماذج النسائية القيادية الملهمة والإيجابية في العالم لتكون قدوة للشباب والشابات من حكومات العالم.